الانديه. واحنا اول امبارح، احنا امبارح ما كناش معاكم عشان طبعا كان في مباراه مهمه جدا في دوري الشباب مواليد 2005، بنبارك لهم في الانطلاقه والفوز على بلديه المحله بنتيجه كبيره وعريضه. على فكره النتيجه دي لا تعبر عن ان فريق بلديه المحله فريق ضعيف، فريق قوي جدا، ولكن الاهلي مواليد 2005 السنه دي بيمتلك لاعبين على مستوى عالي جدا، فكانت النتيجه ثقيله وكبيره، الفوز ب 8 اهداف على بلديه المحله. ولكن نرجع للقرعه، انا من يومين قلت اتمنى نواجه اتحاد جده السعودي، وحتى من اسبوعين لما جبنا مواعيد البطوله قبل الفيفا ما يعلنها قلت اتمنى تكون المباراه الاولى للاهلي يوم 15/12 امام اتحاد جده السعودي. بالفعل القرعه اتعملت امبارح وقدامكم اهي على الشاشه جدول المباريات يوم 12/12، مباراه اتحاد جده واوكلاند سيتي، الفائز منهم هيلاعب الاهلي يوم 15/12 الساعه 9 بتوقيت مكه المكرمه. مباراه الاهلي مع الفائز من اتحاد جده واوكلاند سيتي هتكون يوم 15/12 الساعه 9 بتوقيت مكه المكرمه في مدينه جده. الاهلي على فكره يكون هو صاحب الملعب والمباراه، فهيرتدي الزي الرسمي والزي الاساسي. المباراه الاخرى كلوب ليون، فريق ليون بطل المكسيك بطل الكونكاكاف، هيواجه بطل اسيا اراوا ريد ديمونز البطل اليابان. طيب في مواجهات تانية في الدور نصف النهائي، الفائز من الاهلي مع الفائز من اوكلاند سيتي واتحاد جده هيلعب يوم 18 ديسمبر مع بطل امريكا الجنوبيه، الفريق ده هيتحدد لسه يوم 4 نوفمبر. في المقابل الفريق المكسيكي الفريق الياباني الفائز منهم هيلاعب مانشستر سيتي يوم 19/12. ده جدول المباريات. نتمنى بقى الفتره الجايه، ودي رسالتي لجمهور الاهلي، ولسه لغايه دلوقتي طبعا مش عارف الفيفا هيتعامل ازاي مع حجز التذاكر، ولكن الجزئيه دي كنا دايما بنعاني منها قبل كده لما كنا بنتاهل لمرحله الدور نصف النهائي او نهائي مرحله الدور نصف النهائي، يا اما نواجه بطل امريكا الجنوبيه او بطل اوروبا، فكان بيتقال دايما ايه، اصل بطل امريكا الجنوبيه وبطل اوروبا عارف اول مباراه فجمهوره بيحجز التذاكر، ولكن الفرق اللي هتواجههم مش عارفه هي اتاهلت او مش هتتاهل، فكان الجمهور ما بيحجزش التذاكر. لعل وعسى انت ممكن تحجز، لا قدر الله فريقك يخرج، فالمباراه بالنسبه لك مش هتبقى ليها اي قيمه. المره دي الاهلي هيبدا 15/12، لا جماهير اتحاد جده ولا جماهير اوكلاند سيتي عارفين هل حد فيهم هيكسب وضامن المباراه ولا لا. طبعا بالتاريخ بالارقام بالانجازات بالصفقات اتحاد جده هو المرشح الاول بنسبه كبيره جدا، ولكن وارد اوكلاند سيتي يعمل مفاجاه ويلاعب الاهلي، فجمهور الاهلي مستني حجز التذاكر، بحيث انه مجرد ما يتم طرح التذاكر عدد كبير جدا من الجماهير المصريه تحجز عشان تحضر هذه المباراه. واحنا عارفين ان الفيفا ما بيقسمش عدد الجماهير في الملعب، فنتمنى مبكره من دلوقتي الفيفا يطرح التذاكر عشان تقدر الجماهير الحريصه انها تحضر المباراه، ونشوف جماهير مصريه وجماهير اهلاويه كتير ان شاء الله في مباراه اتحاد جده، زي ما شفنا المفاجات اللي حصلت في نصف نهائي البطولات اللي فاتت لما كنا بنلعب بطل اوروبا ريال مدريد، الملعب كله وانت في المغرب جماهير بتشجع الريال. لما رحت الامارات كاس العالم قبل الماضيه بتلاعب فريق برازيلي في نصف النهائي، الجماهير البرازيليه يمكن مكتسحه اكتر من 80-90% من المدرجات، كانت ساعتها حجه الفيفا اصل انا طرحت التذاكر فالجماهير دي عارفه انها هتلعب يوم كذا فحجزت. فالمره دي 15/12 الاهلي جاهز، يلا نطلع بقى باللينك التذاكر ونقدر نحجز عشان جمهورنا يحضر مبكرا باذن الله، ويكون في حضور جماهيري كبير جدا لجماهير النادي الاهلي. وربنا يوفق يا رب النادي الاهلي في هذه البطوله اللي هتبقى بطوله صعبه جدا. انا كنت اتمنى بعد اتحاد جده يبقى في مواجهه مع مانشستر سيتي، انت هتبدا بنونو سانتو تروح بقى للبيب جوارديولا، عارف انت المواجهات وانت بتلعب الفرق اللي معاها مدربين كان لهم صولات وجولات في الدوري الانجليزي، ولكن يعني نعدي الاول موقعه اتحاد جده، ولسه عندنا مواجهه مع بطل امريكا الجنوبيه، يا اما فريق برازيلي يا اما فريق ارجنتيني، لسه مباريات نصف النهائي والنهائي، لكن يوم 4 نوفمبر هنعرف مين بطل امريكا الجنوبيه. اخر ملف قبل ما اطلع لفاصل